ينضم إلينا الدكتور مصطفي البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية. دكتور مصطفي، مساء الخير. ودائرة العنف تتسع في الضفة الغربية، نريد أن نعرف يعني تقييمك المبدئي للموقف، خاصة في ظل التصريحات الشديدة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأيضا وزير الأمن الفلسطيني. الوضع خطير جدا، وهو نتيجة مباشرة لجريمتين قامت بهما إسرائيل. الجريمة الأولى كانت الإعلان عن نية ضم وتهويد الضفة الغربية عبر توسيع النشاط الاستيطاني وتفويض الفاشي المستوطن سموتريش بصلاحية توسيع الاستيطان كما يريد. وثانيا جريمة الاغتيال التي جرت أمس في جنين لخمسة من الشهداء الفلسطينيين، أصبح عددهم ستة في الواقع. وهاتان الجريمتان طبعا هما السبب المباشر لرد الفعل الفلسطيني اليوم. إنما التهديدات الإسرائيلية باجتياحات أكبر أو بعمليات عسكرية أوسع لن تكسر إرادة المقاومة الفلسطينية، بل ستزيدها اشتعالا. وأنا برأيي تكرار هذه التهديدات من الفاشيين سموتريتش وبن غفير، وكلاهما صنف أنهما إرهابيان حتى في إسرائيل بالسابق، استمرار هذه التهديدات والتصعيد يمثل محاولة من جانب هؤلاء الفاشيين أن يرقصوا على دماء ليس فقط الفلسطينيين بل دماء الإسرائيليين، وهم مسؤولون عن كل قطرة دماء تحدث، لأن هذا التطرف العنصري وهذا الاحتلال المجرم وهذه الفاشية الإسرائيلية التي تجاوزت كل الحدود هي المسؤولة عن كل عملية التصعيد الجارية حاليا. ما عندما يتحدثوا عن عملية عسكرية جديدة واسعة، يعني هم يكررون ما وصفه أينشتاين بالجنون الحقيقي، عندما يظن البعض أنه يستطيع أن يكرر عمل نفس الشيء ويتوقع نتائج مختلفة. نحن تعرضنا لاجتياحات سابقة وهذا لم يزد المقاومة إلا إصرارا. هذا صحيح بكل المقاييس. في طبعا جديد الموقف على حدث إطلاق النار، هاجم عدد من المستوطنين قرية بورين جنوب نابلس، وطبعا تصدى لهم الأهالي. كيف ترى الموقف في الأيام المقبلة؟ مزيد من التصعيد، مزيد من العمليات، سواء من الجانب الإسرائيلي ورد فلسطيني على ذلك أم ماذا؟ نعم، بالتأكيد أنا أعتقد أنه الأعمال التي يقوم بها الآن المستوطنون في حوارة هي تكرار لعملية إجرامية سابقة جرت، عندما جرت محاولة لإحراق حوارة بكاملها. واليوم تجرؤ هؤلاء المستوطنين مرة أخرى على حوارة يؤكد أنه هذا أحد أسباب تقاعس المجتمع الدولي عن فرض العقوبات على إسرائيل على السياسة التي تقوم بها والإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تهديداتهم السابقة بإزالة إزالة حوارة من الوجود. أنا أعتقد أن ما نتعرض له هو أخطر ما جرى في فلسطين منذ عام 1948، وما يخطط له الإسرائيليون ليس فقط الضم والتهويد والاستيطان، بل يحاولوا أن يخططوا أيضا للتطهير العرقي مرة أخرى كما جرى في النكبة عام 48. اليوم الذي نراه أيضا ردود أفعال بطولية من الشعب الفلسطيني، تكاتف الفلسطينيين مع بعضهم البعض في مواجهة هؤلاء المستعمرين المستوطنين، ولكن المطلوب أكثر من ذلك، مطلوب على الصعيد العربي تحرك أوسع وأكبر من مجرد إصدار بيانات. أقل ما يمكن أن نطالب به هو أن يعلن الإخوة العرب جميعا وكل الحكومات العربية مقاطعة شاملة لهذه الحكومة الفاشية، ويجب أن يتم التوجه أيضا للعالم بأسره كي يفرض المقاطعة والعقوبات على حكومة الاحتلال التي تجر المنطقة إلى كارثة حقيقية. بالحديث عن الدور العربي والدولي، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كان في زيارة لمصر في الأيام السابقة، وفي مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إنهم مصرون على مواصلة المفاوضات وعلى حل الدولتين.
كيف تنظر لموقف الاتحاد الأوروبي بداية بخصوص ذلك الأمر، خاصة أنهم يعني لديهم انفتاح على المقررات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية والإصرار على حل الدولتين؟ والله يا أختي، حل الدولتين صار مجرد شعار. وإذا كانوا فعلا الأوروبيين، إذا كانوا فعلا مناصرين لحل الدولتين، فليتفضلوا ويعترفوا بدولة فلسطين، وليقوموا بفرض عقوبات على إسرائيل كي توقف الاستعمار الاستيطاني الذي يعترف أنه يدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. لذلك هذا كلام عام لا يعني شيء، مجرد شعارات فارغة، والشعب الفلسطيني سئم منها، ولا يمكن أن يضعونا في قفص اسمه حل الدولتين ونحن نرى إسرائيل تلتهم الأرض الفلسطينية، بحيث لا يكون مجال ليس فقط لإقامة الدولة بل للوجود الفلسطيني على الأرض. لذلك نحن ندعو إلى، إذا كان فعلا صادقين فليتفضلوا، لماذا لا يعترفوا بدولة فلسطين؟ هم معترفين في إسرائيل. نعم. دولتين، ليش واحدة معترفين فيها والثانية لا؟ طيب، على 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 نفس المنوال دكتور مصطفى، هل تعتقد بأنه إدانة عربية يعني يمكن أن تفيد في هذا الموقف، وما تصورك للشكل الدور العربي في الفترة المقبلة، خاصة أننا نجد تقاربا بين بعض الدول العربية على عكس السنوات السابقة مع الدولة الإسرائيلية؟ اولا، التطبيع مع حكومه الاحتلال الفاشيه ومع هذا المجرم نتنياهو امر مسكين ويجب ان يتوقف فورا، لانه الهدف الرئيسي للتطبيع هو محاصره وتصفيه القضيه الفلسطينيه. اما على الصعيد العربي العام، فانا يعني اسف ان اقول ان الادانات لا تفيد بشيء ولن تغير شيء ولن تؤثر في نتنياهو. اكرر ما نريده من الإخوة العرب، إلغاء كل أشكال التطبيع مع حكام إسرائيل الفاشيين، وفرض المقاطعة الشاملة الآن على هذه الحكومة. موتريتش عندما ذهب لزيارة فرنسا لم يقبل أن يلتقي به أي مسؤول فرنسي. عندما ذهب إلى الولايات المتحدة رفض أن يلتقيه أي مسؤول. نحن نريد أكثر من ذلك، أن تقاطع الحكومة الإسرائيلية بكاملها، وأول من يجب أن يقوم بذلك هم الإخوة العرب. نعم. هذا الحد الأدنى مما يمكن أن يقدموه للشعب الفلسطيني الذي يخوض نضالا طوليا داخلا، ويقدم التضحيات الغالية حتى هذه اللحظة، 170 شهيد منذ بداية هذا العام، ومنهم عدد كبير من الأطفال. تحملنا الكثير، وأقل ما يجب أن يفعل أن تقاطع هذه الحكومة المسلمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور مصطفى البرغوثي، القيادي الفلسطيني وأمين عام المبادرات الوطنية.